في الآونة الأخيرة هناك اهتمام متزايد بما يتعلق بتربية الكلاب لا سيما البولسية منها. جود هي شابة سعودية من أوائل السعوديات اللائي اهتممنا في تربية الكلاب البولسية بسبب ما مرت به من قصة مؤلمة. تفاصيل أوسع في هذا التقرير. تحتل تربية الكلاب مكانة كبيرة بين أوساط الشباب، لتأتي جود كأول شابة سعودية متعمقة في مجال تربية وتدريب الكلاب البوليسية بعد أن دربت نفسها ذاتيا. تربية الكلاب متعة متعة متعة. أول شيء كل يوم إحنا عندنا تريك جديد نسويه، كل يوم عندنا شيء جديد نسويه، نتعلم شيء جديد. أنا بالنسبة لي أنا أستانس على هالشيء. أول شيء إن هم يسوون حركات تخليني غصب أضحك، يعني في نفس الوقت شيء مرة مرة ممتع إني أنا أربي الكلب، لأن في أشياء كل يوم شيء جديد نتعلمه مع بعض. بالنسبة للدورات أنا سيلف توت، أنا علمت نفسي عن طريق الإنترنت في البداية، قعدت أقرأ وأثقف نفسي كثير، وفي نفس الوقت أخذت لي دورات مع مدرب ألماني كانت أونلاين بحكم الحجر. لم تكتفي جود بالتربية فقط، بل شمل الاهتمام أيضا بعنصر التغذية لما ينعكس ذلك بالشعور والسلوك الإيجابي للكلاب. أنا دوري معاها كأساعدها في موضوع التغذية، لأن زي ما احنا عارفين الفصائل هذه هي أساسا جاية من برا، أكثرها من ألمانيا، من بولندا، من الدول الأجواء الباردة. فأنت عشان تحافظ على الكوت الجميل هذا في درجة حرارة وعوامل جغرافية توصل مرات حتى 50، يحتاج الموضوع خبرة كبيرة. الموضوع مش سهل أنك أنت تحافظي على الصحة العامة، على الكوت، على الشكل اللي أنت تشوفوه، هذا يحتاج لخبرة طويلة. فإحنا قاعدين نقدم أشياء بسيطة للكابتن جود في موضوع التغذية، وهي بسم الله ما شاء الله عليها يعني مبدعة في الموضوع هذا. تعتبر الكلاب من أبرز الحيوانات الأليفة التي يرغب الكثير بتربيتها في المنازل، كونها تضيف جوا مليئا بالبهجة والمرح. لبرنامج يا هلا، سلح ميدان، الدمام.